منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. رئيس الجمهورية يوجه دعوات رسمية إلى كل من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين سمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر نوفمبر المقبل. رئيس الجمهورية يشيد بدور الإمام وإسهامته الكبيرة في الحفاظ على وحدة الأمة وتكريس مبدأ الوسطية والاعتدال في رسالة للمشاركين في الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للإمام بولاية بسكرة. نظام المخزن يعيد مأساة الميلية باستهدافه قوارب المهاجرين الأفارقة مرة أخرى برصاص قناص، والشارع المغربي يواصل انتفاضته ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، تسلم أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر، حيث استقبل السيد رئيس الجمهورية سعادة السيد جورجيوس زاكاريو داكيس الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية الهيلينية اليونان لدى الجزائر. سعادة سفير الجمهورية الهيلينية السيد جورجيوس زاكاريو داكيس، وعقب اللقاء أدلى السفير الجديد للجمهورية الهيلينية اليونان لدى الجزائر بالتصريح التالي. Permettez-moi tout d'abord de remercier monsieur le président de la République. اسمحوا لي بداية بالتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية الذي استقبلني اليوم وقبوله أوراق اعتمادي سفيرا لليونان لدى الجزائر. الشعب الجزائري واليوناني تربطهم علاقة صداقة منذ القديم والتي تعود إلى وقت طويل. أما العلاقات السياسية بين البلدين فهي جد ممتازة، وهناك القدرة على ترقيتها وتعزيزها والاستفادة من هذه العلاقات الممتازة. وفي هذا الإطار فنحن لا ندخر أي جهد من أجل الذهاب قدما في حوارنا السياسي من خلال الزيارات المتبادلة واجتماع اللجنة العليا المشتركة بداية 2023 بأثينا، وهذا ما سيساهم في توسيع وتعميق شراكاتنا الاقتصادية والتجارية في مجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، التكنولوجيا الحديثة في قطاع الفلاحة، السياحة، الثقافة والنقل. في نفس الوقت هناك عمل مشترك من أجل الانتهاء من إعداد الاتفاقيات الثنائية. أما بخصوص الملفات الدولية نتقاسم مع الجزائر نفس وجهات النظر من أجل السلام، ونريد تعميما الاستقرار والأمن في منطقتنا الموسعة مع التزامنا الراسخ بتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي بما فيها القانون الدولي للبحر.
وفي هذا الاتجاه نقدر دور الجزائر الكبير في الاستقرار والبناء من أجل الجهود المبذولة للاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم، خاصة في العالم العربي، شمال إفريقيا وفي حوض المتوسط ومنطقة الساحل، وكذا ما يتعلق بالمنظمات الدولية والإقليمية. اليونان باعتباره دولة متوسطية ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعمل على تعزيز التعاون مع هذه الدول التي توحدنا. اليونان تروج للعلاقات الجيدة للاتحاد الأوروبي بجيرانه، خاصة في منطقة الجنوب، وكان هذا دائما أولوية. وفي هذا الإطار دعمنا بقوة تطوير الشراكة بين أوروبا والجزائر في نفس الاتجاه والمنفعة المتبادلة بين الطرفين. من جهتي ألتزم ببذل قصارى جهدي للمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا من أجل المنفعة المتبادلة وحسن علاقات الجوار بين بلدينا. pour le bénéfice mutuel de nos deux pays ainsi que de notre voisinage méditerranéen. Merci beaucoup. كما استقبل السيد رئيس الجمهورية سعادة السيد محمد الطارق الذي سلمها ورقة اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر. سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد طارق. وعقب اللقاء أدلى السفير الجديد لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر بالتصريح التالي. أنا مسرور بتقديم أوراق الاعتماد للرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائر تزخر بجمال طبيعتها وكرم شعبها بالإضافة إلى اقتصادها القوي، وهذه المزايا تسهل الشراكة على الصعيد الدولي. تربط الجزائر وباكستان علاقة تاريخية. باكستان كانت من الأوائل الذين اعترفوا بالحكومة الجزائرية المؤقتة في سنة 1958. الجزائر وباكستان عملا على توطيد العلاقات الثنائية، كما يعملون على التعاون على الصعيد الدولي. 2023 محطة مهمة في العلاقات بين البلدين، حيث سنحتفل بالعيد 65 لانطلاق علاقاتنا الدبلوماسية، والذي سيكون فرصة للعديد من النشاطات مثل تبادل الزيارات للوفود البرلمانية والوفود الوزارية، وأيضا لجان اقتصادية مشتركة ستجتمع عن قريب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. يجب على كلا بلدينا العمل على استغلال قدراتهما من أجل توطيد علاقاتنا الاقتصادية الثنائية في الأعوام القادمة. السيد رئيس الجمهورية استقبل أيضا سعادة السيدة عائشة محمد غربة والتي سلمت ورق اعتمادها سفيرة جديدة لجمهورية نيجيريا الفيدرالية لدى الجزائر. سعادة سفيرة جمهورية نيجيريا الفيدرالية السيدة عائشة محمد غربة.
وعقب اللقاء أدلت السفيرة الجديدة لجمهورية نيجيريا الفيدرالية لدى الجزائر بالتصريح التالي. To sit with the president, with President Tebboune today. He has always been one of the African leaders that I respect and admire the most. شرف كبير لي أن التقيت فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، فهو أحد القادة الأفارقة الذين أحترمهم وأقدرهم كثيرا، وهذا عائد إلى سياسته القوية والديناميكية التي تنعكس على حياة المواطنين الجزائريين. The past relationship, where we are today, and what we hope to look for in the future. بعد تقديم أوراق الاعتماد، تحدثنا عن العلاقات التي تربط بلدينا، ماضينا المشترك وتطلعاتنا للمستقبل. لنيجيريا والجزائر تاريخ غني، فنحن لدينا معاهدات ثنائية وأخرى على الصعيد الدولي، ونحن من الأوائل المبادرين في النيباد الذي تم تأسيسه في 2001 مع مصر، السنغال وجنوب إفريقيا، حيث عملنا على تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، كما أسسنا سويا مجموعة الأربعة مع إثيوبيا وجنوب إفريقيا، وهذا لمواجهة التحديات خاصة النزاعات الإفريقية. كما أن لنيجيريا والجزائر وجهات نظر متقاربة على الصعيد الدولي كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات أخرى، وهذا لأن بلدينا يضعان إفريقيا في قلب اهتماماتهم. I think our convergence of views is mainly because the two countries has Africa at the forefront, at the front burner of their foreign policy. حاليا لدينا العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، أهمها الطريق العابر للصحراء، أنبوب الغاز، الطريق السريع، ومشروع الربط بالألياف البصرية. وعندما تجسد هذه المشاريع ستفتح آفاق اقتصادية جديدة ستخلق فرص عمل ليس فقط للبلدان المشاركة في المشاريع بل للعديد من البلدان الإفريقية المجاورة. Create employment not only for Nigeria or the parties the countries involved. لقد بلغت الرئيس عبد المجيد تبون بتعهد نيجيريا على مرافقة هذه المشاريع. نتطلع أيضا للمستقبل، حيث أن نيجيريا لديها اقتراحات في بعض المجالات كالطاقات المتجددة. نيجيريا قامت بإطلاق برنامج الانتقال الطاقوي، حيث أننا سنستبدل الطاقات الكربونية بحلول 2060. هذا شيء يمكن تحقيقه. Carbon neutral energy by 2060 and it's ambitious I know but it's realizable and quite important. We hope that نرجو أن نحظى بدعم من البلدان كالجزائر، وهذا المشروع من شأنه أن يساهم في حل مشاكل التغيرات المناخية كما يساهم في حل المشاكل الأمنية. بصفتي سفيرة لنيجيريا بالجزائر سأعمل على تقوية العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما استقبل السيد رئيس الجمهورية سعادة السيد فاليريان شوفاييف الذي سلم ورق اعتماده سفيرا جديدا لفيدرالية روسيا لدى الجزائر. سعادة سفير فيدرالية روسيا السيد فاليريان شوفاييف. وعقب الاستقبال أدلى سفير فيدرالية روسيا الجديد لدى الجزائر بالتصريح التالي. جرى الاجتماع بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وهدف هذا الاجتماع كان تسليم أوراق الاعتماد بصفة سفير جديد لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما جرى خلال هذا الاجتماع العرض موجز الأوداع في علاقاتنا الثنائية بين روسيا والجزائر، وتم تسجيل الارتياح للطرفين مثل هذه الأوداع، وبالإضافة تسجيل على إرادة مشتركة لمزيد من الجهود هادفة إلى تطور وتقوية الأكثر لعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات. وأنا بصفتي الشخصية أنا قلت لفخامة الرئيس أن بصفتي السفير أنا سأقوم ما في وسعي وسأبذل كل جهود الممكنة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وشكرا. مراسم الاستقبال جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلافة. بصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، سلم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بتونس سلم رسالة الدعوة الموجهة إلى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد للمشاركة في أشغال القمة العربية 31 التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022. قد بلغ مبعوث رئيس الجمهورية فخامة الرئيس قيس سعيد بهذه المناسبة التحيات الأخوية من السيد رئيس الجمهورية وتثمينه للجهود التي يبذلها خلال رئاسته المتواصلة للقمة العربية الحالية، متطلعا إلى استلام الرئاسة منه خلال القمة القادمة بالجزائر، وكله ثقة بأنه سيكون لفخامة الرئيس قيس سعيد مساهمة قيمة في إنجاح هذا الموعد العربي، جعله موعدا لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك نحو المزيد من التضامن والتكامل والالتفاف حول القضايا العربية العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية. كما نقل لفخامة الرئيس قيس سعيد الارتياح الكبير للسلطات الجزائرية للحركية النوعية التي تشهدها علاقات التعاون والتضامن بين البلدين، خاصة في ظل الإرادة التي تحد قائدي البلدين للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين وما يجمع بينهما من وشائج تاريخية. هذا وشكل اللقاء فرصة متجددة لتناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في جوارنا المباشر، حيث استمع باهتمام بالغ إلى التحليلات القيمة لفخامة الرئيس قيس سعيد حول الوضع في المنطقة وآفاق تعزيز التنسيق بين البلدين لرفع التحديات المشتركة التي تواجههما في سبيل توطيد دعائم الأمن والاستقرار والتنمية وتسريع وتيرة الشراكة والتكامل الاقتصادي. أخصني فخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد بلقاء متميز قدمت له بالمناسبة رسالة دعوة من أخيه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحضور القمة القادمة في الجامعة العربية التي ستصادف تاريخ 1 نوفمبر و 2 نوفمبر، وأكد لي أن حضوره سيكون يعني دون شك ودون يكون حاضر ويكون مساهمة فعالة حتى إن شاء الله نعمل جميعا للم شمل الصف العربي. دائما وبصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، سلم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد بطرابلس سلم رسالة الدعوة الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد يونس المنفي للمشاركة في أشغال القمة العربية 31 التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل. وأبلغ وزير الداخلية خلال اللقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي تحيات رئيس الجمهورية وتطلعه إلى مشاركة متميزة لدولة ليبيا في أشغال القمة العربية المقبلة الهادفة لتعزيز التضامن العربي ومنح دفعة قوية لتطوير العمل العربي المشترك.
ومن جهته عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن امتنانه الكبير للجزائر قيادة وشعبا لموقفها المتضامن والداعم لليبيا في كل الظروف العصيبة التي مرت بها، مذكرا بأواسر الجوار والتاريخ المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين. وبخصوص القمة العربية، أعرب السيد محمد يونس المنفي عن دعمه للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل توفير الشروط الضرورية لتنظيم هذا الاستحقاق العربي الحاسم، مؤكدا مشاركته شخصيا في أشغاله ومساهمته إلى جانب قادة الدول العربية الشقيقة في التوصل إلى نتائج ملموسة وإيجابية. مبعوث رئيس الجمهورية وزير الداخلية والجامعات المحلية التهيئة العمرانية إبراهيم مراد استقبل أيضا من قبل نظيره الليبي بدر الدين الصادق، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وترقية التعاون في مجالي الجامعات المحلية والمجال الشرطي. على هامش زيارته إلى ليبيا، قام مبعوث السيد رئيس الجمهورية وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد مرفوقا بنظيره الليبي بدر الدين الصادق بجولة قادته إلى أهم شوارع مدينة طرابلس، انطلاقا من شارع ميدان الجزائر وهو الشارع الذي يعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وبصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، استقبل أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سلم له رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه السيد الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة في أشغال القمة العربية 31 المزمع عقدها بالجزائر في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر القادم. وبهذه المناسبة نقل وزير العدل حافظ الأختام لجلالة الملك تحيات السيد الرئيس الخالصة وتطلعه لتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يعود بالمنفعة والخير على البلدين والشعبين الشقيقين. وقد أكد الوزير لجلالة الملك على جاهزية الجزائر الكاملة لاحتضان القمة العربية المقبلة وتوفيرها لكافة الشروط الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام الذي تطمح الجزائر لأن يكون محطة فارقة لإعادة اللحمة للأمة العربية وتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. من جهته كلف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الوزير الطبي بنقل تحياته الحرة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معربا عن ترحيبه بهذه الدعوة الكريمة واستعداده للمشاركة في القمة العربية المقبلة، تقديرا منه ودعما للجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر للم شمل الدول العربية وتعزيز قيم التعاون والتضامن في الفضاء العربي وفقا لبيان الوزارة. ومواصلة للجولة الخليجية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استقبل أمس بالمنامة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب من طرف سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم لمملكة البحرين الشقيقة، حيث سلم له الرسالة الموجهة من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، المتضمن دعوته للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022. وبهذه المناسبة نقل وزير الطاقة والمناجم تحيات السيد رئيس الجمهورية الأخوية لشقيقه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وتطلعه إلى مشاركة نوعية لمملكة البحرين في هذا الموعد العربي ومساهمتها المنتظرة في إنجاحها والخروج بنتائج تكون في مستوى التحديات الراهنة التي تقتضي توحيد الصف وتعزيز آليات العمل العربي المشترك،
من جهته أثنى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على المجهودات التي تبذلها الجزائر لتهيئة كل الظروف لجعلها القمة العربية محطة لتصفية الأجواء في الوطن العربي، مؤكدا أن مملكة البحرين على استعداد تام للانخراط في هذا المسعى الحميد بما يصب في مصلحة جميع الدول العربية. كما بلغ سموه السيد الوزير التحديات الأخوية التي يواجهها جلالة الملك إلى السيد رئيس الجمهورية، كما كان اللقاء فرصة لتناول العلاقات الثنائية بين الجزائر والبحرين والحاجة إلى العمل أكثر لتعميقها ولتبادل التجارب والخبرات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في قطاعات المحروقات والصناعات التحويلية بما يخدم التنمية والاستقرار في البلدين الشقيقين. وبخصوص القمة العربية دائما التي ستحتضنها الجزائر، أكد وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج المطلع ممرة أن الجزائر مجندة تحت قيادة رئيس الجمهورية لإنجاح القمة العربية 31 المقررة يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل، وذلك من خلال الدعوات الرسمية التي تم إرسالها للعديد من رؤساء وملوك الدول العربية للمشاركة في هذه القمة الجامعة، مضيفا أن الجزائر ستحتضن اجتماعا للفصائل الفلسطينية لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني قبل القمة العربية. جاء ذلك خلال إشرافه على تنصيب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. نحن على أبواب انعقاد القمة العربية 31 في الجزائر، وتحضيرا للقمة شاهدتم كل ما يبذل من جهود سواء من طرف السيد رئيس الجمهورية ومبعوثيه لدى كل القادة العرب، وانعقاد المنتدى وهران للمجتمع المدني، ونجاح هذا المنتدى الذي ينعقد لأول مرة في تاريخ جامعة الدول العربية. هناك كذلك جهود تؤوبة من أجل عمل دبلوماسي كبير أطلقه السيد رئيس الجمهورية والرامي إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني من خلال مؤتمر أو اجتماع قد يعقد لاحقا في الجزائر قبل انعقاد القمة العربية، وذلك تهيئة لأجواء وتسهيلا للوصول إلى وحدة عربية تدعم الوحدة الفلسطينية وتجعل من قمة الجزائر مناسبة لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. في موضوع آخر، أحيت الجزائر أمس اليوم الوطني للإمام، وبالمناسبة توجه السيد رئيس الجمهورية برسالة إلى المشاركين في الاحتفالات الرسمية بهذا اليوم التي تحتضنها ولاية بسكرة، قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي. السيد رئيس الجمهورية أشاد بالمناسبة بدور الإمام وإسهاماته الكبيرة في الحفاظ على وحدة الأمة بتكريس أمثل لمبدأ الوسطية والاعتدال. إنه ليوم مبارك تجتمعون فيه لإحياء اليوم الوطني للإمام الذي اعتمدناه تكريماً لمقام الإمام ومكانته، وعرفاناً من الدولة بقيمة الإمام في منظومتها الاجتماعية وتاريخها المشرق. فالإمام هو الذي ائتمن على تدين الناس وسلوكهم، وهو الذي حمى مع المخلصين من أبنائها قيم الأمة من محاولات المسخ والتشويه، ووقف بالأمس مع كل أبناء المجتمع مجاهداً يذود عن حياضها، ويقف اليوم مدافعاً عن الوسطية والاعتدال، متصدياً لكل فكر دخيل يشوه صورتها الناصعة، وهو في هذا وذاك يصطف مع أبناء أمته ليساهم في بناء الوطن ونمائه. إن ترسيم يوم للإمام هو عنوان لمعاني العرفان والأصالة والوفاء،
واقترانه بوفاة أحد أئمة الجزائر الأعلام الذين تُستلهم من حياتهم الحافلة العامرة العبر، وتؤخذ منها الإسوة والعظات. الشيخ سيدي محمد بن الكبير رحمه الله تعالى هو عنوان اعتراف بالفضل لأهله. فلقد كان الشيخ سيدي محمد بن الكبير رحمه الله امتدادا لسلسلة السند العلمي الشريف. ومن بسكرة دائما دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي الأئمة إلى التوحد والتضامن لمجابهة التحديات الراهنة، مؤكدا على أهمية الوسطية والاعتدال للحفاظ على المرجعية الدينية. والتغطية ليونس لكحلديب. قدوة للمجتمع ومنارة للعلم والدين، مفتي مصلح وحافظ لكتاب الله تعالى، هو الإمام الذي خص بيوم وطني ترسيخا واعترافا بمكانة الإمام في المجتمع لما له من دور بالغ الأهمية في الحفاظ على المرجعية الدينية والوطنية. والإمام اليوم لربما لديه تحديات كبيرة، ومن بين هذه التحديات التي يجب على الإمام أن يقوم بها وهي الدعوة، وهي الدعوة إلى التآلف، الدعوة إلى التسامح، الدعوة إلى ربط أواصي المحبة بين المجتمع. علماء الجزائر وأئمتها الأجلاء الذين ذا عصيتهم وتبوأوا أعلى المناصب بكبريات مدارس الشريعة عبر العالم هم اليوم القدوة في الوسطية والاعتدال. ومن الذي يتبوأ مشيخة الأزهر؟ قد تبوأها أحد العلماء الجزائريين وأصوله من هذه المنطقة من طولقة ولاية بسكرة، وهو الشيخ الخضر حسين بن علي بن عمر، جده مؤسس هذه الزاوية صاحب هذا المقام. نقول للسادة الأئمة بأن فعلا رسالة خالدة أن نبين صورة الإسلام الحقيقية الوسطية المعتدلة البعيدة عن التطرف والغلو. المسجد، الإمام، مدرس القرآن الكريم، كلهم يعملون على نشر هذه الفضيلة، هذا النبل، هذه الأخلاق الحسنة من تضامن، من محبة، من سلام. والجزائر قوية بشعبها، قوية بجيشها، ولكن أيضا قوية بمعلمي القرآن الذين يحملون هذا الوحي، وكذلك بالأئمة الذين ينشرون هذا الوحي. ودعما للمرافق الدينية بولاية بسكرة، مساجد دشنت وأخرى انطلقت الأشغال بها، كما تم تكريم عائلة المرحوم الشيخ محمد بن الكبير وكذا بعض الأئمة والمشايخ. وإحياء للذكرى 22 لرحيل العلامة الشيخ سيدي محمد بن الكبير في أجواء روحانية وإيمانية تستذكر الزاوية بأدرار مآثر مناقب الرجل وجهوده في نشر الفكر الإصلاحي خدمة لوطنه ودينه، ودوره البارز في نشر الفكر الوسطي المعتدل. محمد عياشي والمزيد. توافد عدد معتبر من الأئمة وطلاب العلم إلى هذا الملتقى الذي نظم بمناسبة اليوم الوطني للإمام، والتي تتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ سيدي محمد بن الكبير، حيث تناول أهم المحطات التي مر بها في حياته والإنجازات التي قدمها للأمة العربية عامة والجزائر خاصة. لولا هذا اللقاء كثير من إخواننا لم نروهم مدة سنة، ها هو اليوم ننتعش بلقائهم بسبب شيخنا بن الكبير. الشيخ سيدي الحاج محمد بن الكبير قدم الكثير، يعني ضحى بالنفس والنفيس، وكان يعلم الناس الخير، وكان يعلم القرآن الكريم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طلبة من مختلف ربوع الوطن تلقوا علوم الفقه والشريعة على يد الشيخ سيدي محمد بن الكبير، وبدورهم يقومون بنقل المعارف إلى الأجيال القادمة. من أهم النقاط التي أخذناها منه هي حسن الأدب والأخلاق إضافة إلى العلم، فكان مشهورا بسمته وأدبه الذي كل من خالطه أو رآه يأخذ منه هذه الشعلة التي كانت سبباً في محبة تلاميذه ومحبيه من سائر الوطن وخارج الوطن. سيدي الشيخ سيدي محمد الكبير خدم الأمة الإسلامية وخدم المرجعية الدينية من خلال خدمة المذهب المالكي وتوحيد الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية على هذا المذهب. هو يوم وطني تنظم فيه اللقاءات والمناقشات الدينية اعترافاً بأهمية دور الإمام في الوسط الاجتماعي.
في شانية البرلمانية ترأس أمس رئيس مجلس الأمة صالح جوجيري اجتماع لهيئة التنسيق أعضاء المكتب مع رؤساء اللجان الدائمة التسعة ورؤساء المجموعات البرلمانية الأربعة موسعا للمراقب البرلماني خصيصا لتبادل وجهات النظر حول برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة لسيما مناقشة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة في قادم الأيام بالإضافة إلى دراسة تفعيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية. بالمناسبة أكد جوجيري أن برنامج الدورة البرلمانية الجارية سيكون غنيا غنى مشاريع القوانين المنتظر إحالتها على البرلمان بغرفتيها. احنا من خلال هذه السياسة العامة نتاع الحكومة من خلالها مباشرة يكون قانون المالية لسنة 2023 والحاجات العامة من الجانب الاجتماعي اللي خدها الرئيس أخيرا الميدان الاجتماعي رفع الأجور التقاعد أشياء اللي تهم المواطن مباشرة بعد نفوت إلى القوانين والعدد القوانين اللي راهي محضرة من طرف الحكومة تقريب 20 قانون وهي كلها أولويات. شارك أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في مراسم تنصيب الرئيس المعاد انتخابه جواو لورانسو بالعاصمة الأنغولية لواندا الذي أدى اليمين الدستورية في حفل أقيم بساحة الجمهورية وسط العاصمة ذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول وممثليهم. وعلى هامش حفل التنصيب التقى بوغالي مع الرئيس الأنغولي حيث نقل له تحيات السيد رئيس الجمهورية وتمنياته له بالتوفيق في مهامه لقيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والرفاهية وأكد له استعداده للعمل معا من أجل ترقية العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى في شتى الميادين. ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماعا للحكومة حيث استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات يتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يشكل العملية الإحصائية المهيكلة الوحيدة المنجزة بصفة شاملة. من أجل تأطير هذه العملية التي ستجري من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر سيتم تسخير أزيد من 53,000 عون مكلف بالإحصاء 8,000 مشرف. كما تم وضع مخطط اتصال لتحسيس السكان بمدى أهمية هذه العملية الاستراتيجية. كما سمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول إعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار. كما قدم وزير القطاع عرضا حول مدى تقدم مشروع التهيئة وتوسيع السد الأخضر الذي يكتسي طابعا وطنيا واستراتيجيا. الحكومة درست هذا المشروع بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بقدراته على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. عقب العرض ذكر الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة برفع وتيرة إنجاز برنامج العمل الذي يندرج في هذا الإطار في مسعى تشاركي تسخر فيه كل وسائل الكفاءات الوطنية والتأكد من مساهمة المجتمع المدني والفاعلين المحليين في ذلك. وبمقر الوزارة الأولى استقبل أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن استقبل النائب العام في المملكة العربية السعودية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب مرفوقا بوفد رفيع المستوى. اللقاء كان فرصة للتأكيد على علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط البلدين كما استعرضا الطرفان واقع وافاق التعاون الثنائي في شتى المجالات لسيما في المجال القانوني والقضائي. كما استقبل أول أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي استقبل النائب العام في المملكة العربية السعودية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب مرفوقا بوفد رفيع المستوى. الطرفان استعرضا واقع علاقات التعاون بين البلدين ودرسا سبل تعزيزها في مجال التعاون القضائي.
هذا اللقاء تميز بتقديم عرض حول التنظيم القضائي الجزائري في شقه الجزائي، لا سيما ما تعلق منه بالجهات القضائية ذات الاختصاص الوطني أو الموسع في مجال محاربة الجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات والصرف والجرائم المسة بالأنظمة المعلوماتية. كما تم تقديم عرض ثان حول عمل الديوان المركزي لقمع الفساد. كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن التحضير لمخطط استراتيجي يهدف إلى تطوير هذه الهيئة والارتقاء بها، خاصة وأنها قد حققت أهدافا كثيرة منذ إنشائها، وكذا مساهمتها النوعية والملموسة في البناء المؤسساتي. وكان لي الشرف قدمت المشروع أمام المجلس الموقر للسلطة اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة رمزين. اخترنا المناسبة هذه باش نعرضوها على السلطة، المجلس السلطة الذي ناقشه ابتداء، لأن ما هوش مشروع إن شاء الله نبلغوكم به، إن شاء الله نبلغوكم بعد يعني إدخال بعض التعديلات الفنية واللفظية حتى يكون يعني كل الملاحظات أعضاء المجلس تأخذ بها الاعتبار. دوليا، وصل رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي إلى العاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس جواو لورينسو. كان في استقبال الرئيس إبراهيم غالي بلواندا وزير الخارجية الأنغولي تيتو أنطونيو، الذي كان مرفوقا بمدير إفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات الإقليمية بوزارة الخارجية الأنغولية. هذا وخصصت الجريدة الفرنسية لومانيتي مقالا للمقاومة السلمية التي تبديها الناشطة الصحراوية سلطان خيا في وجه الاحتلال المغربي، صفة إياها بالشخصية التي لا تلين رغم القمع الوحشي المتواصل. ذكرت كاتبة المقال بمناشدة سلطان خيا في عيد الإنسانية بفرنسا الرأي العام الدولي من أجل تحرير الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي، مبرزة ظروف المقاومة الصحراوية بالأراضي المحتلة وتجربتها المؤلمة في مجابهات الاحتلال المغربي. وفيما لا يزال العالم تحت وقع صدمة مأساة تمليلية، يعاود نظام المخزن الكرة مستهدفا هذه المرة قاربا لمهاجرين أفارق، حيث قتلت مهاجرة إفريقية برصاص قوات المخزن وجرح آخرون في وقت تتصاعد فيه الأصوات الداعية الشعب المغربي للتكتل للوقوف في وجه نظام المخزن الذي رهن البلاد لمخططات الصهاينة. التقرير لسارة درارجة. في تحدي جديد لإرادة الشعب المغربي، يتواصل مسلسل الهرولة الصهيوطبيعية الطافحة بالمغرب مع الكيان المحتل الذي لا زال لم يستفق بعد من الفضيحة الأخلاقية بمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، لتأتي زيارة المفتش العام للقوات المسلحة المغربية إلى الكيان الصهيوني كطعنة جديدة لدى المغاربة الذين وصفوا الزيارة بالنكبة الكبرى. ودعت عدة تنظيمات حقوقية وأحزاب سياسية في المغرب الشعب المغربي للتكتل لمواجهة السباحة الكرامة الوطنية من قبل الصهاينة وشركائهم من المطبعين الذين عاثوا في البلاد فسادا، كما دعت إلى وضع حد لنظام المخزن الذي رهن سياسة البلاد للكيان المحتل وأغرق المغرب في الفقر والديون وكبله بالاستغلال والاستبداد. وفي عز تفاعل فضائح مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، يمرغ المخزن شرف المغرب بالوحل، حيث تم تنظيم سلسلة حفلات لفرق صهيونية بالمسرح الوطني بالرباط على مدار 3 أيام.
وفي مشهد جد مخزي لاستباحة الشرف والاستفزاز، يواصل نظام المخزن جرائمه بحق المهاجرين الأفارقة، حيث قتلت مهاجرة من دول جنوب الصحراء برصاص الدرك المخزني، وأصيب ثلاثة آخرون أثناء تصدي الأمن المخزني بالقوة لعملية هجرة على متن قارب على سواحل المحيط الأطلسي نحو جزر الكانري. القارب كان يقل 35 مهاجرا، بينهم 15 امرأة وطفلان، وأظهرت السلطات مرارا وتكرارا عدم رغبتها في تنفيذ عملية إنقاذ آمنة وسريعة، وغالبا ما يكون ذلك على حساب الأرواح البشرية، واستخدام المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا كسلاح للضغط الدولي. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة وسلام عليكم.